ففي إطار إجراءات بناء وتعزيز الثقة كتقترح عليكم هذه المبادرة، أولا ضرورة الكف فورا عن التراشق الإعلامي، ضرورة الكف فورا عن التراشق الإعلامي. الكثير منكم يعاتبني ويؤاخذ علي أنني ما كنتكلمش في الصحافة، صحيح وقد اخترت ذلك عن قصد أنني ما نتكلمش، لأنه عشنا واحد الجو غير صحي، عشنا الجو غير صحي، ليس في مصلحة أحد استمرار هذا التراشق الإعلامي اللي موجود بين المناضلات أو بين قيادات ومناضلات الحي، غير معقول. طبعا لا أصادر هنا حق ديال المناضلات والمناضلين يعبروا عن الآراء ديالهم، ولكن رجاء دعونا نقتنع بأنه اليوم من المستعجل ومن الضروري أن نتوقف وأن نتعهد وأن نلتزم بالتوقف، وفي علاقات اللي عندنا مع المناضلين ديالنا أن نلتزم وأن نتعهد بالتوقف عن ما أسميه بالتراشق الإعلامي، لأن الآخرون اللي واقفين في المنعطفات الطريق المتربصون تتسنوا مثل هذه التراشقات الإعلامية وتجدونهم ينفخون فيها ويضخمونها ويصورونها كما لو أن هناك أزمة مستعصية وأن هذا الحزب قد اقترب من حتفه ومن نهايته. وقرأوا عناوين بعض ما يصدر في صحافتنا الوطنية، أقول بعض باش من نكونش كنعمم، لأنني أؤمن بصحافتنا الوطنية وأشكرها باسمكم جميعا على المواكبة ديالها المهنية الموضوعية، وهذا واجبها للشأن السياسي الوطني، لكن ما عشناه وما نشهدوه في هذه الفوضى اللي كاينة في منتديات التواصل الاجتماعي وفي هذه الفوضى اللي كنا ما نعيشه اليوم، هو أنه هذا التراشق الإعلامي اللي كاين غالبا ما يستغل من أجل يعني تعقيد الموضوع أكثر فأكثر. إذن من بين إجراءات بناء وتعزيز الثقة، أولا ضرورة الكف فورا عن التراشق الإعلامي، ثانيا ضرورة التوقف والكف عن عقد اجتماعات ما أسميه باجتماعات الحشد بين قوسين اللي كنديروها هنا وهنا واللي كنديروا فيها تعبئة هذا الطرف ضد هذا الطرف، هذه المجموعة ضد هذه المجموعة، كفى من هذا الشيء إخوان، أرجوكم كفى من هذا الشيء. ثالثا ضرورة الامتناع عن الخوض في أمور خلافية لبناتنا في الزنقة، الخلافات الداخلية ديالنا يجب أن تعالج داخل المؤسسات. لماذا وجدت المؤسسات؟ لماذا علاش درنا هذا المكتب السياسي والمجلس الوطني والمكتب الفيدرالي؟ علاش هذه المؤسسات والأمانات الجهوية؟ علاش؟ إذن إذا كانت بيناتنا خلافات، ومن الطبيعي أن تكون بيناتنا خلافات في التقديرات، خلافات في الرؤى، خلافات وجهات نظر، لأنه إحدى الخاصيات التي ميزت هذا الحزب، نذكر بها مرة ثانية، هي أنه تأسس على أساس الحزب نهار اللي تأسس نهار الأول تأسس على أساس يعني اندماج واحد المجموعة من الحساسيات اللي جايين من مدارس سياسية مختلفة ومن آفاق مهنية مختلفة، فمن الطبيعي جدا تكون بيناتنا خلافات، ولكن سيكون من الحماقة أن ندبر خلافاتنا خارج إطار المؤسسات التي توافقنا عليها، المؤسسات التي أطرناها بمقتضى القوانين التي تعاقدنا عليها. رابعا وهذا أيضا إجراء ضروري نتفق عليه من أجل بناء وتعزيز الثقة، رابعا هو ضرورة التوقف والكف عن التشكيك في شرعية المؤسسات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.